السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوجه. ليش يا رايد قاطع؟ والله العظيم أني أدري أني قاطع 14 يوم ما نزلت، أنا آسف، والله العظيم أني آسف، لكن خلوني أقول لكم السبب اللي ما خلاني أنزل لمدة 14 يوم، السبب اللي ما خلاني أجلس بفلة بوم، السبب اللي خلاني أهرب من الفلة. وقبل أن نبدأ القصة يا جماعة الخير، لا تنسى اللايك والاشتراك، الله يرضى عليك، عشان نتحمس كذا نزل لكم نفس قبل، بإذن الله. كنا بالفلة. كلنا متجمعين ويا ربي لك الحمد، وسأل الله مثل ما جمعنا فيها الفلة يجمعنا بالجنة وإياكم يا رب العالمين. لكن فجأة وقفت التصوير، ما قدرت أصور. شلون؟ من المدير، من البيج بوس إبراهيم. إبراهيم كنا مستمعين، قال بسافر للمدينة ليومين وبرجع، الله يوصلك بسلامة، هذا من حقك تروح تشوف أهلك وميمتك، أسأل الله أن يحفظها. راح جلس يومين، جانا ضمه، يا هلا إبراهيم، وحشني يا مديري، يا بعد قلبي وروحي، ونضم كلنا ونتكي أنا وفيرفل، ما أدري من معنا والله، ومعنا إبراهيم غرفة فيرفل تكين سوالف، ويلا وسويت وش تسوون، ويلا والله نتوني مصور مقطع. راح الغرفته بعد 4 ساعات، أرسل رسالة بالجروب. طبعا قبل لا يروح، معليش يا جماعة، قبل لا يروح المدينة إبراهيم كان تعبان، في حرارة وكذا، بس إنه مو بكورونا، سلبية طلعت. راح يومين ورجع، قال شباب أرسل بالجروب، شباب أنا تعبان، لا حد يقرب من غرفتي. هنا أنا برد جسمي، وأنا جماعة الخير اللي ما يدري أنا موسوس، فيني وسواس قهري، وسواس ممكن بعض الشباب تحسسوا مني، بعض المتابعين اللي تابعوني بسناب، واللي طبعا بسناب أنا طبعا يوميا أنزل يومياتي وكذا، وهذا سنابي، ها هذا سنابي، يضيفوني يا جماعة يومياتي بالفلة ويومياتي وأنا طالع وجاي، فنص متابعين يا رايد وش هالوسوسة، ترى لي وسوس زي كذا. أنا فيني وسواس قهري يا جماعة الخير، أي شخص مريض هذا زي العدو عندي، ما أقدر أجلس معاه لو زكمة، معروف عند العيال حتى لدرجة إنه واحد يتعب يخبون عني إنه هذا تعبان، لأنه خلاص ما أصور معاه، ما أقابله، ما أطلع معاه، ولا أزيل، لازم كمام، أتباعد، مرة وسواس غصب عني. تعب إبراهيم، تعب، لو تقربون وأنا تقروش. طبعا العيال كلهم يدرون انه خلاص اي احد يتعب ويكتب الجروب رايد بيسوي سالفه، انا على طول افلم، اقعد افلم على الجميع، خلطته كلمته، وري اخر مواد بيرو ايش مشكلتك. مره ترى انا مره اوفر، ترى ممكن انتم ما تشوفون ولا، بس اني مره اوفر ترى، لكن الحين الحمد لله العيال تعودوا علي الحين. وقعد وسوس، يا ولد هذا قبل 4 ايام كان تعبان، والحين رجع تعب ثاني مره، مستحيل، لانه الحراره جت مره واحده، ما راح تجيك الا بعد 6 شهور، سنه، سنتين، مستحيل تجيك يعني مرتين باسبوع، مستحيل. كورونا كورونا كورونا، والله انه كورونا يا ويلي. كلم ابراهيم افحص، الا تفحص يا ابن حلال، تفحص، فحص، ارسل شباب ايجابيه، لا حد يجيني. والضمه اللي ضميتك يا ابراهيم الله يرضى عليك، يوم 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 اخمك اقول لك انا بعد قلبي. الله لا يجعلكم تمرون باللي انا مريت فيه، الوسوسة هذا خوف يسبب لي وتوتر وقولون يرتفع عندي وكل شيء يرتفع عندي مره، هاجر نفسي هنا بالفله ما اطلع عشان كورونا، تجيني كورونا لعندي، لا ابدا، ما عنده ما له مكان عندي. يا ولد يلا يلا اللي خلط ابراهيم مين؟ انا وانت وانت نروح نفحص كلنا سلبيه. اللهم لك الحمد يا رب، لك الحمد، عيال تكفون، لا حد يخالط، ابعدوا، اللي بيجيب الاكل سليمان، اللي عندنا بتجيب الاكل سليمان اطلع من بعيد، لا تقرب له، لا تفتح، وانا حاط حصانه اي ابن امه يقرب، ممنوع. ويا ولد الا قال عزوز انا عندي مقطع بصور عيال معكم، وتذكر عزوز اخو ابراهيم ساكن غرفة ابراهيم، ابعدوا عنا يا عيال، اللي يقرب العزوز يا ويله يقرب مني، اللي يقرب من العزوز ممنوع التصوير، انا كذا اقول ممنوع، لا خط احمر والله ما تقرب، تفحص يا ابن الحلال، ما فيني شيء، ما فيني اعراض، افحص يا راي، تكفى افحص، واسوي سالفه، افحص افحص خلا بالجروب اكتب افحص، لازم ابعدنا، انت تطلع انت خلطنا. راح وفحص، حتى كتب بالجروب كذا، ها سلبيه، افهم يا فهيم، سلبيه، نتيجه سلبيه. والله العظيم غصب عني، والله وسواس قهري، اسال الله ان يشفي كل مريض، واسال الله ان يشفي اي شخص فيه وسواس قهري، لانه انا ادري انه متعبك مره، والله العظيم انا ادري انه متعبك مره، لكن ان شاء الله انه بسيط باذن الله وفتره وتعدي. افهم فحص سلبيه، الحمد لله الان تطلع من الغرفه، الان ما مستحيل ارجع، قال اقول والله ما ارجع عند ابراهيم، ويروح ينقل غرفه وياخذ غرفه جديده فوق. الحين امورنا طيبه، بسم الله، ويلا نبدا تصوير، يلا هي يلا يلا نلعب بلوت تحت، مستانس انا مستانس، لاني تعبت عشان اخلي هذا يفحص، وهذا تقرب لهذا، وهذا تقرب هذا، اوه انت قربت لهذا، خلاص اجيني ابعد عني، ولعبنا بلوت حكم يب صنطة، ونلعب انا وخالد وعزوز وستنسين، يا ربي لك الحمد. نمنا،
راح خالد عزوز ما ناموا، راحوا محل قهوة كذا يتقهون، فجأة لوقهم توجعهم. قالوا خلنا فحص المنزل نشتري من الصيدلية ذا. والله يشترون اثنين يرجعون الفلة ويدخلونا بالخشم ويفحصون يحطونها 20 دقيقة. خالد طلعت إيجابية، عزوز طلعت سلبية. يا ولد أدل بدل، عزوز راح ينام سلبية راح ينام، قال إن شاء الله ما تجيني شيء بإذن الله، ووسوس بس إنه قال. قلت خالد هذه المنزلي يمكن كذب، روح افحص هناك. راح فحص مستشفى طلعت إيجابية. صحينا قلنا يا ولد احنا خلطناه اليوم إيجابية، اليوم مع بلوت وحكم ثاني وسنة وصن. يا عيال لازم نفحص. عزوز قال أنا فحص سنة سلبية. قال حبيبي المنزلية هذه مو دقيقة، لازم نروح. من كثر الوسوسة قلت عزوز خالد أكثر واحد، فلذلك أنا باخذ توفيق معي لأنه خالد بس من بعيد أبى أضمن أنا مع توفيق. قال فير فلان معي عزوز، رحنا بسيارتين. أنا قلت والله ما قرب العزوز، رحنا بسيارتين. أنا توفيق سلبية وفير فلان سلبية، لكن عزوز إيجابية. يوم طلعت إيجابية وش قلت أنا؟ قلت فيرفل خالد عزوز. جعلي يموت ما قابل فيرفل، ويومين ما قابل فيرفل. قلت فيرفل لا تقرب لنا، لا تقرب تصوير أرجوك يا فيرفل، الحين صارت عند إبراهيم وعند خالد عند عزوز، لا تجيك أرجوك يا فيرفل أبعد إني. حجر نفسه يومين راح يفحص، فحص طلعت سلبية. قلت اللهم لك الحمد حنا سلبية، اللهم لك الحمد. يلا يلا هي، ويجي ناصر ويطب المسبح كذا بالليل طفشانين، طب المسبح ناصر. قام المسبح تنشف تك بنفس الليلة تعب. ايش قالوا العيال؟ قالوا ايه من المسبح انك سبحت في البرد. قلت ها لا 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 اكيد كورونا، صدقوني كورونا، احسن كورونا. ناصر ابد اني لا تقرب لي اسوي سالفة. فحص ناصر طلعت كورونا. انا هنا دخت، انا 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 هنا انحولت. يا ربي يا ربي ايش اسوي كورونا؟ كل شيء واحد يطيح قدامي. يا ولد ناونا وافحص تطلع سلبية. قلت يا الحمد لله شوي لا ازم. قال يا عيال حلقي في ألم، اهربوا نهرب هجوم عمالقة الركض ونسبن. ويفحص أزم إيجابية. يا جماعة الخير يا جماعة يعني تطيحون قدامي خلاص أعطوني إياها وبفتك. فقلت أعطوني إياها بس أنا أكبرهم، أنا كبير بالعمر، أنا يمكن تعبني أكثر. وقد أوسوس طبعا هذا كل السالفة. أحمد مسافر دبي. يا عيال يا ولد ياهو يا ابن الحلال تسمعوا، أباخذ منتجع، نبي ناخذ منتجع. رحت الباور قلت باور الآن تاخذوا لنا منتجع أرجوكم. بكرة بالليل فحص ثاني، أي واحد سلبي بيجي معي حياه الله، أنا بروح باخذ لي شاليه في فعاليات ملعب شيء زي كذا جدول، ورب الكعبة ما حد يدخل إلا فحص كذا قدامي تط يوريني حياه الله. 3 أيام 4 أيام اليوتيوب صار لي من جت كورونا إبراهيم، وأنا ما صورت ولا مقطع ولا نزلت ولا أي شيء. أبي أهرب أنا والمسالمين اللي معي، أي شخص سلبية أباخذه معي. قالوا تم والله يخذونا منتجع. قالوا ايوه اكتبون جدد يوم ثاني يومين ثلاث اربع جددوا بكيفكم خذوا اسبوع. قلت تم. واخذ روب واخذ زياد. قلت اسمعوا تبون تموت روح منتجع. قالوا ايه نبروح منتجع. قلت يلا افحصوا. والله اني اسف يا عيال بس غصب اني موسوس ماني مرتاح وانا معكم عشان يصملون. ونروح نفحص سلبية. ضمنت هذول سلبية. قلت والله ايه اسمعوا تعالوا معي بالغرفة. طبعا معقمات اتوقع تشوفون هنا في. اسمعوا تعالوا معي بالغرفة خلوكم معي بالغرفة. والله إيه لا تروحون لا تروحون. طيب وش الوضع؟ عندي بصور مقاطع شوي. اللي كلمني الإديتر حقي محسن كان رايد. قال انا فحص انا تعبت بس ما علمتكم بس فحص طلعت إيجابية. يعني حتى ما في احد يسوي لي مقاطع. يا رب وش اسوي؟ قلت فيرفل انت فحصت قبل يومين صح؟ قال ايه. كنت يقولون انه الكورونا تجي بجسمك 3 أيام بعدين تطلع لهذا. تكفى افحص. افحص عشان تروح معنا المنتجع. قال يا رايد انا تعبت شوي افحص. قلت ما عليه تكفى ابيك معي بس ابي اضمن. انا ضمنت زياد وروب احنا بروح المنتجع وانت افحص. ورحنا المنتجع احنا 3 ايوه معنا المصور الزير هذا سلبية برضه. احنا نروح احنا 4 هناك. يلا منتجع بسم الله بنشوف ايش يصور. ننطر فيرف ننطر كم واحد يجي من العيال ركان برضو. جاء فيرف قال انا بروح افحص. جاء بها قال انا بروح معك. راح معه. اللهم لك الحمد فيرف طلعت سلبية لكن بها ايجابية. فيرف ارجوك لو سمحت يومين لا تقبلني. قسما بالله اكثر شخص اوجع قلبي وكسر قلبي فيرف. والله العظيم خلاص يروح يفحص يركب معه واحد يروح يطلع هو سلبي اللي معاه ايجابي يحجر نفسه يومين بعدين يروح يفحص يروح معه واحد اللي معاه ايجابي هو سلبي يجلس يومين. الزبده
رحنا هناك يوم قال فيرفل انا خلطت بها انا نفست وتقرش ما لي خلق اصور والاديتور اللي يسوي لي هذا المقاطع محسن تعبان تعبان ما يقدر يشتغل زياد تقرش رجع الفله وحجر نفسه بالفله ما في الا انا وروب وزير حتى بلوت ما في ما يمدين نلعب بلوت الزبده ويجلس يومين تخيلوا فيرفل جلس يومين احنا هربانين برا الفله قلت له قال يلا بروح افحص بعد يومين تخيلوا خمس مرات يفحص ويفحص وتطلع سلبيه آه الله الله يرزقكم فرحتي يا جماعة الخير يوم طلعت ياس الحمد لله تعال فيرفل اركض اركض أرجوك ما نبي نصور تصوير والله ما أبي أصور خلاص بس نبي نهرب من الكورونا نبي أستانس أنا من الوسواس القهري يا جماعة الخير ما أحب أجلس لحالي جاني فترة شهر تقريبا شهر ونص أنا من فيرفل بغرفة فيرفل ما أنام لحالي مرة شوف وين وصلت ما أبي أحجر نفسي بغرفتي بموت يعني هم متكرونين وأنا اللي أحجر نفسي بغرفتي ما أقدر يا ولد تعال جانا فيرفل وسهران 24 ساعة ما نام قال يا عيال أنا صار لي 24 ساعة الظهر فحص العصر جانا سلبية حتى صورته من قوة الفرحة صورته ورسلته بالجروب إنه سلبية الزير برضو صورته المصور حقنا صورته عشان أنا مسوي جروب ممنوع أحد يجي المنتجع لما يفحص ويوريني الفحص حقه وإذا فحص أصوره وأنزله بجروب هذا تم حياك الله والله كذا النظام صار يا ولد يلا جانا قال يا أنا سهران 24 ساعة وتعبان مرهق يا ولد مرة مرهق جسمي ما أحس فيه قلت يا ولد لازم تنام نام قال أنا تعبان جسمي عيال 24 ساعة ما نمت بعد ساعة كذا جلس معنا قال ارتفعت حرارته قال راي تذكر قبل يوم أقول لك ترتفع حرارتي إذا سهرت 24 ساعة قلت إيه فعلا هو يقول كذا قال الحين مرتفع حرارتي شوي ورد مصدع يا الله لا سهرت كذا يجيني أعطني بنادول طبعا أنا معي صدرية متنقلة بنادول خذ فيتامين سي خذ تحمير لا تحمير لا بس يعني أي شيء خذ فهمتوا قال أنا مسخن يا ولد قلت ها بيني وبين نفسي قلت يا ولد مسخن قبل يومين مخالط قبل أربع أيام مخالط قبل ست أيام خالط بعد لا مكرون لا اليوم فحص اليوم لا عود بالله بشيطان لا اليوم فحص سلبية إن شاء الله عشان سهران امسك بنادول نم صحة قال رايد أبي بنادول لا الحين انت سهران ولا وشو نايم من ثمان ساعات قال والله إني مصدع هنا أنا ما أبي أجلس لا بالفلة ولا بالمنتجع تقول السلام عليكم أنا بهرب جلسة ماكو جلسة رايد أنا بهرب مستعين سلمت المنتجع وطلعت الفلة باخذ اغراضي وبزبن بروح عند اخوياي ناس كذا اخوياي قديمين الكويك هذول العيال يوم رحنا هناك فيرفل تعب زياده فحص طلعت ايجابيه يا ربي سابع واحد يتهك قدامي وخالطه ايجابيه بعد يا الله وش اسوي بس ما اقدر اتحكوك وش لحقت المنزليه وافحص بالحلق سلبيه قلت لا يمكن بالخشم ادق وطلع واحد ثاني هذاك الخشم جتني مهارة من كذا ما أفحص ظهيري من ظهيري يسار خذ سلبية وبعد يومين أروح مستشفى تطلع سلبية قلت نجوت اللهم لك الحمد ابن كثير طيب بارك فيه خلنا نروح لأخوياي وأروح للصيدلية وأشتري سبع حبات حقة الفحص هذه شفتوها الفحص المنزلي سبع حبات وأروح وأستأجر لي شاليه لمدة أسبوع وأكلم أخوياي يا مرحبا بعد قلبي أنا رجال هربان من الفلة فيها كورونا لكن أنا فحص سلبية ولكن تبي تجون جدول وملعب كورة ويه وناسة قال ايه رايد وانسوا خلني يلا جدول قلت ما حد يجي الا يفحص قال رايد مشوار نجلس نص يوم قلت لا الفحص عندي تجي اطش لك تفحص بالسيارة تعطي النتيجة قالوا تم كل من جاء واحد ما والله في بعضهم سبع شهور ما شفتهم ما قدرت تسلم عليهم اعطيهم الفحص يفحص يحطها سلبية تعال بالاحضان هلا اهلي امي بعد قلبي وروحي واهلي كل بقابلهم ما اقدر كل يومين يلا بسم الله بقابل طا واحد كورونا يا الله واجلس يومين اجر نفسي افحص سلبية هذا كورونا ما قدرت تطايح والعيال قدامي جاء احمد قلت احمد انقذ نفسك اهرب قفل على نفسك لا تطلع جاء احمد قفل على نفسه روب هرب البيت هم زياد قفل على نفسه هنا طبعا انا ما اقدر قفل على نفسي ما اقدر رحت تكيت مع اخوياي بشاليه وجلس عند اخوياي اسبوع زياده لما تشافوا كل شيء اللهم لك الحمد اسال الله ان يشفي كل مريض يا رب ويجعلكم طهورين ان شاء الله ويجعل تكفير لذنوبكم اللهم لك الحمد شافوا العيال كلهم كنت بعطيهم يومين زياده يمكن احد يطيح يوم شفت ما حد طاح
رجعت الفيلا وهذاني قاعد اصور لكم مقطع بعد قلبي وروحي. ان شاء الله عجبتكم القصه. هذه قصتي باختصار، هذه قصه رايد باختصار. ليش كانت 14 يوم؟ ليش؟ لكن ال 14 يوم هذه شغال بسناب يوميا يوميا. اللي ما هذا يتابعني بسناب يتابعني، اللي ما هذا ايوه اللي ما هذا يتابعني بسناب، حرق سنابات يوميا مع عيال. ان شاء الله عجبتكم القصه. اسف على الاطاله. لا تنسون لا تنسون اللايك والاشتراك بعد قلبي وروحي. انتم في امان الله، وعدكم باذني واحد قهار اني انزل لكم مقاطع تعجبكم وتليق فيكم. وادعمونا انتم من اللايك والاشتراك وانشروا المقطع، ولا تنسون كود RA2. مع السلامه.